شو المشكلة لما يصير هيك؟ ما هديك المرة صار أكتر وفلان عمل وفلانة ساوت هيك. شو المشكلة لما أقول هيك؟ ما هديك المرة نقال أكتر وفلان قال هيك وفلانة حكت هيك. فشو المشكلة؟ الغلط على طول في الأكبر منه، الإساءة في الأكتر منه، الكلمة البشعة في الأبشع منه، السيء في الأسوأ منه، الضربة القوية في الأقوى منه، والصوت العالي في الأعلى منه. فشو المشكلة إذا سبيتك؟ ما كان فيني أضربك. إذا ضربتك ما كان فيني أقتلك. إذا قتلتك ما كان فيني أأذي حدا بهمك. إذا أذيت حدا بهمك ما كان فيني أقتله هو التاني. إذا أخذت دورك كان فيني دوسك. إذا حكيت عليك كان فيني أفضحك. إذا نصبت عليك كان فيني أسرقك. إذا كذبت عليك كان فيني ما أقلك أبدا. إذا قلتلك بوجهك كلام ما بينقال كان فيني أقوله بظهرك. تبرير. تبرير هو المفتاح اللي بيفتح فيه كل واحد فينا باب المشكلة، باب الغلط، باب الهاوية اللي لما نوقع فيها منصير ندور على مفتاح غيره، لباب غير اللي وصلنا لهون. فمنلاقي كل مفاتيحنا بوابة مخلعة، وكل باب ورا هاوية أكبر ومفاتيح أكتر لغلط أكبر. فبيخطر عبالنا أول سؤال خطر عبالنا قبل ما نوصل لهون، شو المشكلة؟ وين المشكلة؟ ولأول مرة بتلاقي الجواب الصح على هذا السؤال. المشكلة إنك من اللحظة الأولى شفت إنه ما في مشكلة، إذا كنت جزء من مشكلة كبيرة طالما في أكبر منها، وطالما أنت مجرد جزء بسيط منها. ونسيت إنه بكل لحظة عم تمرق عليك وأنت قبلان تكون بهذا المكان، عم يكبر مكانك بهي المشكلة وعم تكبر أنت معه. مثل كرة التلج، لكل ما كرجت أكتر كل ما كبرت أكتر، لحتى اصطدمت بشجرة ضربتها وحولتها لشقف بالهواء. كل شقفة منه اندابت قبل ما توصل على الأرض. حتى الهشاشة، الهشاشة كانت المصير الواضح لخيارك الأول، لتبريرك الأول لغلطك الأول، واللي وصلك لفرصتك الأخيرة.